فخليني طيب نسمع الابطال. احمد شعبان الاول، علم رياضه. يا ابو حميد ازيك؟ يا ابو حميد. ايوه. مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. قول لي بقى، انت عرفت انك في الاول علم رياضه من الوزير ولا منين؟ الوزير امبارح اتصل بوزيري الساعه 4 كده. الساعه 4؟ يعني مش انت اللي تلقيت الاتصال؟ هو كان هو طلب تليفون والدتي، وبعدين والدتي تليفون يعني. يعني انت اتكلمت مع، قول لي بقى قال لك ايه، بلغك ازاي، هناك؟ والاول بارك لي، يعني قال لي طلعت الاول علم رياضه، وسالني كده نفسك تخش ايه بس يعني. انت من مدارس المتفوقين هنا في القاهره مش كده؟ طيب قول لي، لو انت بتقدم روشته التفوق بقى للطلبه اللي جايين ان شاء الله السنه الجايه، يعني لو انا بقول لك قول نصايح كده بسيطه لطالب داخل ثالث ثانوي، واحنا لسه ثالث ثانوي السنه الجايه في النظام القديم لسه، يعمل ايه؟ طبعا اول حاجه استعانه بالله في شيء. الوالدين اهم حاجه. يذاكر اول باول، يحاول ما يحصلش حاجه. ما يراكمش على نفسه يعني. ايه؟ ما يراكمش على نفسه. طبعا اكيد دي حاجه اساسيه جدا. ومهمه جدا. هيحس بخنقه في وسط الشهور كده، بس يكمل ويحاول وهيوصل ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى استقبله ازاي في البيت الخبر يعني؟ هو الخبر يعني بس الخبر والله فرحان. انت الصوت فيه مشكلة يا ابو حميد. طيب قول لي ان شاء الله انت الكلية اللي هتختارها ايه؟ ان شاء الله يعني دخلنا اللي هو احصل على المحك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك احمد شعبان الاول علم رياضة. سواء الصوت مع احمد ما كانش واضح قوي. فانا زي ما بقول لحضراتكم، هنا نبقى مركزين ان احنا ما نجلدش نفسنا. في مشاكل كتيره جدا في التعليم، مشاكل كتيره جدا في مدارس الحكومه، بس مدارس الحكومه بتقدر تطلع ناس متفوقه. يعني بيقول لك لا، ما كنتش باخد دروس خاصه يعني لوحده، بياخد في مجموعات. الناس بتجتهد بتشتغل. وعجبني قوي في الولاد ان هم رابطين حاجتين، يعني يقول لك تستعين بربنا وتبر والديك، يعني لانه الاخلاق مهمه، أخلاق مهمة جدا. وأعتقد أنه في هذا الجيل الناس خايفة عليه، الناس خايفة على الأجيال الجديدة بسبب التكنولوجيا وبسبب يعني وسائط المعرفة الكتير، أن الولاد يحصل لهم حاجة في سلوكهم يعني. لكن أهو الطلبة الأوائل بيقولوا أن احنا ناس ملتزمة وبيستعينوا بربنا وبيبروا والديهم، ودي حاجات مهمة ومش بعيدة عن التفوق بالمناسبة. مش هتلاقي واحد يعني عنده مشاكل في سلوكه أو في أخلاقه، نادرا يعني، طبعا كل قاعدة ليها شواذ، نادرا أنك تلاقي واحد مش مظبوط في سلوكه وفي أخلاقه وتلاقيه متفوق أو تلاقيه بيحقق حاجات كويسة في الحياة.